إلى الأد النكتة بتضحك يعني؟ لا جد اليوم أنت مو معقول ما أهضمك، خاصة هذا المقطع تبع بيناسبنا. إيه عن جد، بس ما قلت لي يعني هلأ أنت شو دخلك لحتى يكون يعني عندك رأي موضوع بيناسبك ما بيناسبك؟ بنت عايشة عندك ما هيك؟ طيب شوف أنا حألعبها معك هي اللعبة تبع أنه أنت دخلك والبلا بلا بلا تبعك، بس ممكن يعني يا أبي تقنعني تقلي شو اعتراضك عليه؟ سألت عنه سمعته مثل الزفت. بشير سمعته مثل الزفت؟ نسوان وتخبيص، وبزمانه عامل برنامج بالتلفزيون، أقل شيء بينقال عنه أنه بيخرب عقول العالم. أنا جد مو معقول اليوم أنت مو معقول مولعة على الآخر. إيه ليال إحنا ما عم نلعب، هاي الجوازة ما رح تصير، انتهى. طب ما بدك تسمع ردي على الأقل؟ هذا الحكي مو للنقاش، مو للأخذ والرد، هذا للتنفيذ وبس. طب اسمعني عدنان، هاي الطريقة أنت ما بتقدر تحكي معي فيها، هي الطريقة بتحكي مع هالكم زعوري اللي لعمومهم تحت إيدك وهالكم منتفع. أنت مالك أي صلة فيني غير أنك أبوها لنور اللي بيجي بشق عليها كل مدة ومدة، وبيني وبينك ماني مسورة كتير من هالزيارات، يعني عم تشمسني أنت وسمعتك اللماعة بالحارة. فلو سمحت الرأي بتعرفه للرأي، أنت مالك حق حتى تعطي رأي بهذا الموضوع، ولا لك حق تتدخل على الإطلاق، وآرائك احتفظ فيها لنفسك، خاصة لما بدك تعطيها بهيك عالم واحد مثلك بيطم راسه بالتراب خجلاً. يا ريت تقوم تتفضل حضرتك، ويا ريت وقت بدك تجي على هذا البيت تخبر قبله ب 24 ساعة، لأني ماني حابة أشوفك، بعد إذنك يعني. ها وهي انقطعت الكهرباء على قدومك. خلصتي ردع؟ احترم حالك. طيب، خلصتي حكي. خلصت. بحييكي من كل قلبي على هالشجاعة والقوة بوشي أنا، برافو، عن جد برافو. لو الحياة بالصوت العالي كنت هلأ أنا على باب الله يا حصرتي. بس شو بساوي؟ ما بحب الردح، مالي شاطر فيه، بحس حالي إني ماني محتاجه أصلا. بس السؤال إنتي هلا شو استفدتي غير انك تعبتي حنجرتك وحبالك الصوتيه؟ قولي لي شو استفدتي بالله؟ سجلتي موقف يعني؟ طيب وانا بقول لك اياها للمره الثانيه، هي الجوازه ما رح تصير. شفتي صوتي قديش واطي؟ لا والله ما قدرت اشوف غير شخصيتك الواطيه. شو بقدر اقول لك غير شكرا؟ شكرا لك. السلام. يا أخي رباح ما قدر يحكي معي بهالطريقة. والله؟ يعني رباح موافق؟ إيه والله. معناتها صار بده وعدة تانية، بركي بنقدر نقنعه، بركي بنقدر نتجنب وسائل غير مستحبة لنمنع هالجوازة. ليال أنا رجل ميال للسلام أكثر من الحرب، بحب الطرق الراقية، بس لما ما بتنفع أكيد في غيرها. السلام. أها تفضلت أستاذ. يا أخي ما قلنا لك بعد 35 سنة والله ما لها معنى، المفاجآت على الغالب تكون غير سارة يا سيدي، وسلبية كمان مثل حكاية هالنمرة اللي حكى لك عنها. يعني إذا كان الموضوع هيك ليال حتما مو بس ما رح تكون مسرورة وما رح تكون فخورة فيه أساسا إذا عم بحكي عن البلد بهذا التعالي. يا رجل مو معقول شو استفزازي، لولا أنك مانك طالب مني احتفظ بخيط معه كنت قلعته من العيادة. بابا بيضل إذا في طريقة نعرف من خلالها لازم نعرف هاي الطريقة ونعملها، بعدين ليال هي بتقرر يا بتحب تتواصل معه يا اما لا. اكيد بابا اكيد، وانا ما راح شيل ايدي من الموضوع، على كل حال باعتبار الخبير الاجنبي جاي لهون هذا بيسهل الامور علينا. عن اذنكم بس ثواني. اذنك معك. الو
ايه ليال؟ لك قومي تعي جيبوا الصبايا وتعوا لهون شقوا علي شبكهم. يا عم شقوا على المريض. ليش شو في؟ لك يضرب براسه لا تردوا عليه. خلاص خلاص جيبوا الصبايا وتعوا شقوا علي. ديري بالك على التغريده وانت جايبتيها لهون. اوكي. لك يلا يا صبايا يلا، لسه كل وحده عامله عروس، خلصوني بقى. يلا لك عنا مغامره بسرعه. شدي خلصينا. بتضلي محمسه. هلا بدك الصراحه، الموقف ثقيل عليها شوي، شو بدنا نكذب على بعضنا؟ هالمخلوقة عامله جهدها وجاي تزوره على المستشفى وتطمن عليه، بتقوم بتلاقي مره وايده بايدها وعم يضحك ويمزح مع ابنها، يعني ثقيله، ما بدنا نلومها، مزبوط؟ يلا شو بدنا نساوي؟ كله مع الزمن بيزبط. طيب خلونا نضب على سير نوصلوا جماعة. خلص ضبيناها بابا ضبيناها. كيفك يا الله معك عمو. ايه بابا ياسر، احلف انك مانك زعلان مني. لك يا بابا ليش انا وقفت التفكير بالموضوع؟ الله وكيلك طول الوقت عم سب حالي. بابا هلا لا تعمل لي حالك مانك متضايق وانت من جوا رح تطق. أكيد يعني أنا قلت لحالي يمكن هي يعني هيك أخذت وعطت معي بالقصة عشان تعرف شي عنك لصالح أبوها. تعرف عم يخطر لي روح لعندها على الشغل جيبها واستدرجها بالحكي بلكي بيرتاح قلبي. لك يا بابا الأفكار عم تاخذني وتجيبني. طيب 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 خلص ما عاد اتدخل بأي قصة، بس انت شو رأيك؟ بابا حبيبي انت حاجتك هلا، أنا شخصياً ماني قلقان ولا آكل همشي، وشفت بعينك كيف البنت انفعلت وبلشت تدافع عن زياد حتى من قبل ما تعرف إنه في شيء بيخصني ضد أبوها. شلون شو خص يا أبو ياسر؟ شلون شو خص؟ يعني اللي بدها تطلع لواحد من هالنمرة بتشبهه وبتدافع عنه وبتشتغل لصالحه، أكيد ما بتحب زياد، لأنه هدول نقيضين. نقيضين بابا نقيضين. ايه هيك بس انت متحامل على الزلمه. ايه خلص اعمل اللي بدك اياه روح شوفها، واذا بيصح لك تغدى هيك بشي صوره بكون ممنونك، بركي هيك بيلهف قلبي. لا لا اوعى تحملها شو عم تحكي. طيب الله معك الله معك. لك حاج لزقانه فيه قومي بقى. ما بكفي كلكم شفتوه بالمشفى الا انا؟ والله طلعت روحي لوصلت لهاللحظه. بقى إلا لهي ما تتدخل باللي بيناتنا فتور. يا فرحة قلبي فيكي وفي قومي خلصيني. خلص حاضر قومي. تفضلي بقومي بزهر. هي مخدتي مشان ورا ظهرك. ما قلت لي شو ممكن يعمل هذا الغليظ؟ يا ستي باستثناء التصفية الجسدية ما في يعمل شيء، وهي ما رح يعملها، بقى يشوف له شي بحر ويبلطه إذا بيقدر يبلط البحر. أنا هاي البنت ما رح أتركها بالطبل البلدي لحتى موت. حلو هذا الكلام الحلو، واخيرا صار المسلسل شخصي. لمين طلع خفيف الدم هيك؟ الي طبعا. طيب سؤال، ليش ممكن عدنان يكون معارض زواجكم مثلا؟ لانه الاستاذ سمعته سيئه نسونجي. هلا شيلك من هالحكي، قولي له الكلام المهم اللي قال لك اياه، انه برنامجه عم بخرب عقول العالم. ايه وعدنان بيك حريص جدا على عقول الناس. ما انا يلي بعرفه، بعرف تماما من اللحظة اللي كان مستعد يعمل معركة هذا الزلمة بس لحتى يوقف لي البرنامج تبعي. لك شبك ضايج شبك، يعني القصة هي حدها؟ شو احنا كنا مخططين اساسا نعمل يعني 1000 حلقة؟
هو الباقي هالحلقتين. بعدين بعد شوي عندكم نقل بطولة أوروبا، بقى ليش ضايش؟ لك إيه بس يعني ما عندي رغبة إنه يحسوا حطوا نقطة علينا، عرفت كيف؟ إنه والله وقفنا كرمالهم. لك وحياتك فشروا، ولحتى يكونوا آخر حلقتين دليل دامغ إنه كل تهديدهم كان بيسوى فرنك ونص. منيح الحكي؟ بكرة بتشوف إذا ما كانوا على هذا المستوى أكثر. ولا ليكون أنت ما بدك هيك؟ لك لا لا طبعاً لا، أنا ناوي، بس المفروض إنه ناقش الموضوع مع الإدارة تبعي، عرفت شو بشير؟ أخي ناقشوا قد ما بدكم، بس بدي خبر منكم يا اليوم يا بكرة، مش هنلحق حضر قبل التصوير. أكيد أكيد، خلال هاليومين إن شاء الله برد لك خبر. ماشي، أودعناكم. لك وين؟ موعد ليال بدي أشوفها. ايه دخيل العشاء انا. ايش ما حد يقدر عيب ولا حرام؟ بقول لك لا، حقك هذا، الله معك. والله ماني عرفانه شو بدي اقول لك، ليش بقى في شيء بينقال؟ يعني انا الشيء الوحيد اللي ممكن اقول لك اياه انه انا لو كنت مطرحك شو كنت بعمل؟ يا ريت يا انسه ليال، اساسا انا اجيت لعندك لانه بدي اخذ مطرح اختك الله يرحمها، ثاني شيء لانه بحترمك وبعزك. تسلمي. قولي لي شو كنتي ساويتي؟ كل شيء واي شيء. حتى لو بدي اقتل حالي ما بتجوز هيك بني ادم. طب انت ليه ما نصحتيها للمرحومه قبل ما تتزوجوا؟ اختي كانت حبيبته كثير وكانت مغشوشه فيه، وهو لسه ما كان هيك، يعني ما كان وصلان لهي المراحل ولا مبين على حقيقته. هلا ما عاد يغش حدا، بس انت مانك طايقه وهذا الفرق. يا ريت عندي القدره. ما عندي الشجاعه تبعيتك، وما عندي القدره واجه ابي ولا حتى اني اقتل حالي. لا طبعا هذا شيء مجازي عم بقول لك اياه، وهذا اخر شيء يعني بيتجرب، في مليون حل فيك تجربيه قبله. يا ريت يا ريت يكون هالحكي صح. اذا انت بنفسك مالك قدرانه او رايده تعملي شيء، فمالي غير ادعي لك الله يفركش لك هالجوازه على اهون سبب. لعما بقلبه لحد هلا ما في شيء يثبت انه هو، بس كل الدلائل بتشير له، او عند واحد شريكه بشي مشروع. لعدنان عدنان برأيه بأنه أنت برنامجك فيه أفكار هدامة للمجتمع؟ لك حبيبتي عدنان سائل يعني عن قيم ومبادئ، بس هو بالحلقات الأخيرة لما صار فيه هيك شيء فاق علي وعلى برنامجي. بالحلقات الأخيرة هيك صار مفهوم. مشان هيك على ما يبدو أنت تكركبتي لما لقيت كتاب درج بنت أختك. أنا ما تكركبت، أنا بس حسيت أنه الكتاب كبير على عمره. بس لك حبيبتي لا أكبر من عمره ولا شيء، أنت لازم تفرحي، لأنه هذا معناه الواحد لما بيتعب على راسه وبيقرا من هو صغير وكتب غير محرمه بالنسبه له نهائيا مهما كانت، يعني عم بشكل عقله بشكل متميز لحتى يفوت على المجتمع وهو نجم، هو ستار، يعني بصير نجم ثقافي. بدك احلى من هيك؟ لك دخيل الله شو بحبه لهالانسان انا، اصلا ضيعانه فيكي على فكره. خرسي وليه؟ عم بمزح. بعرف. حبيبتي ردي عليه وخلصي، رح يرد يرجع يتصل. لك طققني ليال طققني، مو معقول صار هذا الاتصال التاسع عشر، يعني ما في الا ما بصير هيك يا بابا، وعيب عليك يا بابا، ولازم تحضري عرسي يا بابا، وشو بدهم يحكوا الناس يا بابا؟ انه ايه شو يعني ضروري يحضر عرسه؟ ما بدي ضروري. لا حبيبتي ما في شيء بيجبرك تحضري العرس ابدا. أهلين نجاة. بشير بقدر شوفك؟ نجاة مو مشان نفس الموضوع، صدقني هذا الموضوع بخص كريم. طيب عم بسمعك. خلينا نلتقي أحسن، صدقني لازم لازم شوفك. خلص باليومين بحكي معك ومنلتقي. بس لا تطول علي. الله يخليك لا تطول علي، ضروري. ها ماشي ماشي، الله معك. بشير ما في تروح، ما رح تروح. لا إله إلا الله، عم نقول لك المرأة أمه للصبي، وعم تقلي في موضوع بيخصه. وكل مرة هيك بتقول، والمرة الماضية هيك قالت، وبالأخير بيطلع الموضوع كله مجرد حنين ورغبة في العودة. هلا ليكي، صار لنا 13 سنة تاركين بعض، فجأة، شو عاد ما بدأ، شو صار براسها ما بعرف، بس كريم عم بيقول. كريم؟ شو عم بيقول كريم؟ إن شاء الله عاملي لي إياه مرسال للصبي. ولك لا شو عامل مرسال، ما بعمل ابني مرسال أبداً. اساسا ما بيهمني شو بتحكي وشو ما بتحكي يا نجاة الحقيقه، بس بتعرفي يعني علاك يومي حكي هذا يعني مو مخطط له نهائيا. فكريم عم بيقول لي انه بعد ما صرت اطلع بالتلفزيون صارت تقول له بابا بدل ابوك.
الله، شو هالتحول الخطير، ولو اني ما فهمت شو خصه بالبرنامج. لا مو انا صرت اطلع بالتلفزيون وصرت نجم خطير وكبير هيك ومبسوط بحالك كمان؟ ما هي هي المشكله، انت بعد ما نجمت لي بهالبرنامج عايش دون جوان حضرتك. لك هذا قبل ما ترجعي لي. بالله لك عم بعد ما رجعت لك انت صاير لا يؤتمن لك جانب، ما بظن رح اقدر ابعتك لعندها هيك بمحض ارادتي. لك يا ليال يا ليال، هي نجاة معقوله يعني؟ سمعان كيف عم تحكي عنها للمسكينه؟ سمعان نجاة يعني انا لازم اطمن لانه نجاة، لانه انت حضرتك ما بدك اياها، بس شو مشان البقايا؟ والله انت برجعتك الثاني صار محقق خطير مثل كولومبو، بتدققي بكل تفصيل. الا انه شو بدي اذكر منك يا سفرجل؟ لكان هديل وينها؟ وين رايحه؟ وين الهديه تبع الست هديل؟ لك معقول خلي شي بيزعجك هون كبيتها؟ سمعت شو قلت؟ شي بيزعجني؟ ليش زعجتني؟ لاني عرفت. وانا كيف عرفت؟ لانه من عندي من المحل، في 700 محل بالشام بينجاب منهم هدايا، هلا بدي اعرف كل غرض بالبيت من مين. تعي لحبك. ما رح تضحك علي بكلمتين، هلا بدي اعرف، بدي اعمل جرد. لحظه. الو ايه ثامر حبيبي، شو صار معك؟ ايه عظيم عظيم، تمام تمام، سلمني على المدير اماني. ايه وقول الحلقتين جاهزين من هون للتسجيل بصيروا اجسام. اوكي حبيبي شكرا، الله معك الله معك. وافقوا على الحلقتين مثل ما بدي بالضبط. ان شاء الله الف مبروك. تعي لحبك. طيب انا بموت عليك بس عنا جرد، يلا تعال. لا حول ولا قوه. تحكي هالبيت فينا؟ هي بيت رينا، هي كتب. لا مو الكتب، شايفني جد باهي. هي ثلاث ارباع من عندك. اما شو كانوا حلقتين على كيف كيفك، لوقت لاداره محطه الافندي هون اصرت انه نذكر بالحلقتين انه اخر حلقتين من اولها. نحن هيك كنا مخططين بس ما كنا فهمانين شو القصه، بعدين فهمنا. شو اللي فهمته؟ انه يلي كنا ظانين انه جرأة من الإدارة تبعنا طلع مجرد تصفية حسابات بين واحد من مالكي المحطة تبعي وبين عدنان وشركائه. هلا هيك نوعية من تصفية حسابات، هدول العالم دائما بيكونوا حريصين جدا انه يكون في سقف للمعركة، ما بيتجاوزوا ابدا. بتعرفي ليش؟ مشان اذا كان الرد قاسي يكونوا قادرين على احتماله. ايوه هلا هيك كانت الإدارة تبعها؟ شلون اشتغلت معهم هدول؟ يعني بالحقيقة ما كان الموضوع مفهوم، حتى إذا بدي أقول لك المالكين نفسهم كانوا مثل ما تقولي سر غامض. هلا في اسمين معروفين بس الحقيقة كلياتنا كنا مفكرينهم الوحيدين، بعدين اكتشفنا إنه لا، في لهم شريك أهم منهم كلياتهم. هذا الشريك وحده بيمتلك 75% من المحطة. وقت أنا تركت. بعد كل هاد مستغرب ما يوافق عليك؟ شو دخله هو؟ مين بيكون بالنسبة لإلي أصلاً؟ ما بقصد إنه بيقدر، عم أقول يعني طبيعي يكون موقفه هيك. يا سيدي يدور على أدخن حيط ويخبط راسه فيه. أنا قلت وأكرر بالطبل البلدي ما بترك هالبنت لحتى موت. حتى لو لعبوا البرازيل وفرنسا بالمونديال الجاي؟ ساعتها بنكون متجوزين وتكوني المدام، والرجال قوامون على النساء، يعني شو بحب بتحبي، شو بشجع بتشجعي، وطبيعي انك تشجعي البرازيل. اوكي حاضر تقبرني اكيد. شو يا عمو؟ كل يوم بدك تترك شغلك وتستناني رح اقطع لك رزقك هيك. اطلعي يا عمو اطلعي. أيتوا أسئلة أخرى؟ لا عمو ما في شيء سلامتك، بس والله يعني أعذريني كنت يعني خايف تكون خبصت. يعني عمو أنت بالطريقة السريعة اللي حبيتني فيها مشان نصف الروج بروستد يعني. الله يسامحك هلأ أنا مشان هيك. عمو شبك ما بتلأمزح؟ عم بمزح معك، بعدين بكرة إذا صرت مرت ابنك بدي ضل أمزح معك، بدك تزعل مني شيء؟ لك أنا بدي أعملك بابا. روقي بابا روقي. الله ما أحلاها الكلمة لما تطلع من حدا صادق ومحب مثلك. تعرف عمو أنا كنت مخشوشة بشخص ومفكرة حالي بحبه، لما عرف أني بنته لعدنان بيك بعلمي ما كان مستعجل على الزواج، وبعلمي صار مستعجل وصار بدي يعمل مشاريع مع بابا ويستفيد منه، عشان هيك تركته لهذا السبب. وقال لي بما معناه أني بنت مو مرباية، إنه ولو هيك بتحكي على أبوكي. أنا لهي الدرجة واصلة عمو، لهي الدرجة من الرفض، رفض لإله ولسمعته ولشغله
لكل شيء بخصه، لدرجة إن تخليني أقبل أتعرف على ابنك بهي الطريقة اللي أنا ما كنت أقبلها بالعادة، بس لسببين. السبب الأول إنه واقف بكل شجاعة وجرأة بوجه عدنان بيك، والسبب الثاني إنه ابن هالوجه الطيب. بس بدك تحب زياد، كل شيء لحال. ما تفكر بالموضوع. مرحبا حبيبتي. أهلين يا هلا. كيفك؟ الحمد لله. كيفك عمو؟ تمام. كيفك خالي سمية؟ الحمد لله ماشي الحال. شو ليال مانا هون؟ لا والله، ومانا جاي اليوم هيك الله وكيلك مقضي تعوانطة. أنا ما عم شوفها بس عم مرق لأنا قلبي كبير. معك. وهي هلا ظرفة خاصة بتعرف. بعرف إيه والله بعرف. الله يعافي على كوزين إن شاء الله. طيب ماشي عمو، أنا بدي استأذنك. لا مو بصير، لازم تقعد ضيفك شي. خلص تاني مرة بشرب. لا أكيد أكيد، هلا هلا تفضل فوت. طيب يلا ماشي الحال. شو شربك؟ قهوة سادة. تكرم. شكرا. ألو. لك أهلا وسهلا بالسيد عدنان. سيد رباح، حابب أشرب معك هيك فنجان قهوة، في موضوع حابب إنه نحكي فيه. أميت أهلا وسهلا، بتشرف والله. لا لا، أنت بدك تشرف لعندي. بلاها البيوت هيك وعجقة النسوان، خلينا نقعد نحكي على رواق بمعيتك. خير؟ في شيء شغلت لي بالي؟ لا لا لا، ينشغل بالك، هو الموضوع مهم بس يعني ما بتصور انه في شيء بيقلق. اذا فاضي بقدر ابعث لك سياره على البيت فورا توصلك لعندي. شكرا بس انا حاليا والله ماني بالبيت. منيح، معناتها لابس جاهز. اللي وين انت لابعث لك السياره تصير قدامك. انا عند محل اختي ليالي، بتعرفها وبتعرف المحل. ممتاز، دقيقتين والسياره بتكون عندك. طيب ماشي ماشي، انا بانتظارك. مع السلامه. ايه تماما، عند محل الهدايا، بس بسرعة. ها مرحبا ليال. التزاما بتوجيهاتك اني خبرك قبل 24 ساعة اذا بدي اشوف بنتي، لانك مو حابة تشوفيني. انا بكرة جاي اشوفها. لا لك شيرني تروحي عليها، بس كذا ساعة. ها عنا قعدة طويلة، قولي لها رح جيب غدا معي واجي نتغدى سوا انا وياها، اوكي؟ لا والله ما بقدر، لأنه نور مانا بالبيت، إن شاء الله هي بس ترجع بتخبرك. شلون يعني أنت الوحيد اللي بتعرف؟ بركي عندها شي البنت. طيب على عيني، الله معك. شوفي أبوكي بده يجيب غدا بكره ويجي يتغدى معك. هي علينا. انا مشان هيك سكتك، قلت بعطيكي فرصه بركي ما بدك. ايه. اليوم اجى الصبح قلت له اذا بتريد ما بدك تجي لهون قبل ما تخبرني قبل ب 24 ساعه، انا ما عاد بدي اشوف ابنه. اوف اوف اوف، كل هاد صار بغيابي؟ يعني اجى الصبح هو؟ ما رحتوا لعند عمو بشي؟ لك طبعا نحن شلون ما رحنا؟ شو عم بيصير؟ ببقى بخبره بعدين. بس فهموني شو عم بيصير بالاول. ليك انا حسيت اني لفت انتباهك مشان هيك عم بسال. هلا هي للامانه لفتت انتباهي، بس لا ما عندي مصلحه، ما بدي. ليك كروم، لولا هالابتسامه كنت بصدق انه ما لك مصلحه بسبب كل شيء مرت فيه تغريد، بس ابتسامتك بتقول غير هيك. على فكره بابا، انا الشغلات اللي صارت مع تغريد بتقربها مني مو بتبعدها عني. طيب ليش مالك مصلحة لك؟ أخي أنا بطلت أتعاطى مع أي بنت بتكون مبهورة فيك هالقد، ما لي مصلحة أفوت بمقارنات. بعدين أنا إذا بدي أحب بنت، يا أما بدك تكون أنت ما بتعني لها، يا أما بتشوفني أعظم منك مثلا. بعيدة عن بوزك هي، ما رح تلاقيها. شو قلت بنات معمي على قلبهم يعني؟ كريم انت كيف ما بتخبرني انه عمو مريض وكان بالمستشفى؟ اه معقوله والدتك وتصرفاتك؟ وينه؟ بدي اشوفه. ايه علينا، لك شو مشان حنفيه الدموع بهالبيت؟ امتى بدها توقف؟ خلصنا بقى. خلص اسفه اسفه حبيبتي، مو قصدي والله، انا قلبي معك بس بحب طري جو كل شوي والتاني.
حبيبتي هلا ممكن تفهميني ليش عم تبكي؟ ممكن تعطيني مبرر؟ خلص حاش تبكي. اللي ببكي انه هذا البني ادم هو بابا. لك انا رح موت، رح طق. كل ما حدا جاب سيرته قدامي بتمنى الارض تنشق وتبلعني. كل ما حدا قال اني انا بنته لعدنان بيك بحس سكين انغرزت بقلبي. كل ما حدا حكى بحنيه وحب عن ابوه بحس بعطش الدنيا كلها لصدر اب حقيقي. انا اسفه حبيبتي، انا ما عم اقول انه انت قصرتي معي. لا حبيبتي لا تعتذري، انا بعرف وبقدر اقدر انه الاب شيء ثاني تماما. ايوه وليش بقى شيء ثاني؟ لانه رجل يعني؟ فظيعه انت. ايه طبعا فظيعه حبيبتي، لكن مثلكم قال بيضل شيء ثاني. كيف يعني عربي لي اياها؟ بشو شيء ثاني؟ لك هي البطرانه عندها ليال، بتعرفي شو يعني ليال؟ ولسه بحاجه حدا ثاني؟ ايوه معقول. سلاما قولا من رب رحيم. عم تمدحيني؟ لا عمتي عم زمها إلها. آسفة حبيبتي. حبيبتي خلاص لا تعتذري. بعدين من أيمتى يعني عدنان بيمثلك أو أنت مضطرة أنك تعتذري عن تصرفاته؟ إيه معلش عمتي، خليها تعتذر وتحس بالندم شوي، بلكي بتراضينا بشي بروستة. يا لطيف شو إجا قصص من وراء هالبروستة. أيوة شو يعني الحب من أول فروج؟ مو هي عم بتقول شو اجا قصص من ورا البروستيت؟ ايه بتكون حابه صاحب المحل. ليكي حبيبتي من هلا انا موافقه. عمتي بتجيبه المسا بيطلب ايده وبكره بنكتب الكتاب ومنقضيها. يا سلام فطور غدا عشا بروستيت فور فري، شو بدنا احسن من هيك؟ اضحكي لك حاجه تبكي لسه دموع هلكتوني. شو الموضوع؟ ليش شو قلت شي بيضحك؟ العفو العفو يا عدنان بيك، بس يعني موضوع مهم وما بتحمل التأجيل وجبتني لعندك لهون على المكتب مشان الهدوء. يقوم يطلع هلأ زواج أختك بتعتبره موضوع هامشي؟ بالعكس يا عدنان بيك، مهم ومهم جدا، بس رأيك فيه عدم المؤاخذة هو الهامشي. من إذن السلام عليكم. تتخيل قديش مبسوطة مواقف رباح معي هالفترة. متغير كتير، حنون كتير وعقله هيك مرن ومنفتح وسلس. انت من زمان هيك كان رأيك فيه؟ بلا، بس يعني كنت حسه متردد، تحسه مرة بتزبط معه عشرة لا، بس هالمرة عم بيمارس هذا السلوك بقناعة تامة. بس بتعرفي شو بدك بالحكي؟ عجبني الكف اللي سفقوا إياه لعدنان بيك لما قال له رأيك الهامشي مو الزواج هو الهامشي. لكن هيك الأستاذ كريم ما بيقبل البنت اللي تكون معه تكون مبهورة فيك. عجبك؟ عجبني. ليش أنت مين ممكن تقابلك وما تنبهر فيك؟ ايه طبعاً أنا خطير. لك شو خصني إذا هنم بينبهروا فيني؟ شو دخلني؟ خصك أنت بتعطي وش. لكن معقولة بشير؟ معقولة أربعة من نسوانك القدا ما يجوا على المستشفى؟ لك مو على أساس كان يبقى الحب جنون يخلص بحرف النون ومشكل إنسانة بتمرق تفرق وتصير تمون؟ طيب على القليلة أنت بتحب لهالغنية مارس فحواها يا أخي. المهم هلأ بكرة قبل ما تيجي نتغدى سوا اسألي لي نور عن اسم الشاب هذا النقيب، مو عن اسم أبوه. إذا طلع هو اللي ببالي بيكون حظا من السماء، هذا شاب كتير كويس وخليها توافق. شجعيها. شو هاي قبل ما نتغدى؟ ما أنا قلت لك يمكن تزبط معي ويمكن لا. لك يا ليال من وقت ما رجعنا لبعضنا ما قعدنا مع بعض ولا دقيقة. والله نطف قلبي. والله وأنا كمان نطف قلبي، بس شو بدي أعمل؟ شوفت عينك، وين بدي روح بهالصبايا اللي بالبيت؟ ما هي القصة لو وقفت على شادية وردة كان ماشي الحال، بس تغريد بتعرف أنت الوضع. حاولي تلاقي حل، حاولي. خلص بعمل جهدي، بس ليك ما تتوقع أني يكون بأحسن حالاتي. أكيد حكون كتير مشوشة وقلقانة ومتوترة، مجرد وجود نور مع أبوها بيكون قلقني كتير. هلأ إذا كنت متوترة وقلقانة هذا بيمنع أنه تنضمي؟ كيف يعني انضم؟ لك تنضمي الضم من الضم، يضم ضما. لا طبعاً أكيد، بالعكس بيكون أحسن علاج لألي بهي الحالة أنك تضمني. إيها
أنا شو بدي أحسن من هيك؟ طيب خلص حبيبي، يلا معناتها بنحكي بكرة. تصبح على خير. تصبحي على خير. باي. شو حلو هالفيلم؟ يعني راسي مو معه حنيت؟ لا مو صد حنيت، بس بابا كل ما اشوفها بسأل حالي ليش رافقتها؟ يعني هذا هم مو بس حنيت. ليك بابا هاي قصة بتصير، بدك تتركها تركها، بس لا تحكي عنها ولا كلمة زينة، ما بصير. أنا ما عم بحكي عنها قد حدا غريب. طيب قلت لي يعني ها؟ شو هو اللي يعني؟ الفيلم؟ عادي يعني، مش عارف ليك؟ انت مو عندك فئة الساعة 10 طالع انت ورفقاتك مشوار؟ قوم نام. كم جايني نوم؟ لك بابا انت بس تنام ما بتفيق بالطبل البلدي. لا تاكل هم، رفقاتي جايين يفيقوني حتى لو اضطر الأمر معهم إنه يسحبوني من تختي سحب. مثل ما بدك على راحتك. بعدين بدنا ساعتين لنطلع، أربع ساعات نقعد هنيك وساعتين لنوصل، رح نرجع للمساء، ففيك تاخذ راحتك. بابا أنا عم بحكي هيك كرمالك ها؟ وأنا عم بحكي هيك كرمالك ومشانك. على فكرة أنت ابن كلب. يلا على قولة المصريين، يا خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش. لا والتاني ما اتصل، يعني إذا نقيب بالشرطة بيعمل لي حركات تقلب بعلل لي قلبي. هو شو اسمه هاد الشاب؟ ياسر. قال أنا حب نقيب بالشرطة واسمه ياسر، دخلك هاد كيف بدي حبه؟ يعني بقول له حاضر سيدي. شو بتبخلك يا سيدي؟ لك تقبر قلبي يا سيدي. لك تقبري قلبي أنت، وحتى وأنت متوترة بتشيلي الهم عن القلب. دخلك شو قرروا البنات؟ ما بعرف شو قرروا، بس على الأغلب يعملوا مثل ما قالت وردة ويروحوا لعند رفيقتها. وردة تأكدت أنه ما في أي صلة بينهم وبين أهل تغريد. بيرضيكي اللي صار؟ حياة الله أنا كتير متضايقة، يعني مو معقول البيت كله يتكركب مشان حضرة جنابه. أنا من بكرة الصبح رح دقله إلا أنه الدنيا مو على مرائه. أساساً هو شاف أنه شادي عنا بالبيت، إذا حابب يشوفني يبقى يعزمني نطلع لبرا. لك حبتي شو بدك بهالقصة أنت؟ خلص هون بين أربع حيطان أستر لك. قلتك طبعاً. يلا نشوف بكرة الصبح، ما بعرف. يلا تصبحي على خير. أنت بخير سيدي. ييل انقطعت الكهرباء، ما في بالعادة يقطعوها بهالوقت. يلا أحسن منا. هذا هو